ميزان حسنات من المنير. اللهم صل وسلم وانذرنا نخبرك اليقين. احيي حضور الكرام، اشكركم على المجهود. فلسطين بالجزائر يكرم الطلبه من مركز الراحه للمجاهدين. اعتمد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا اليوم يوما للجالية الوطنية بالخارج، إيمانا من الدولة الأمة أن الجزائري أن أينما حل وارتحل وطنه في قلبه وفي ذاكرته وفي صوته، وهو ما يعكس شساعة الإيمان بعبقرية الجزائري الثائر الإنسان، واعتبار هذا اليوم جسرا تواصليا لبناء الجزائر عبر الجالية كنسيج وطني تسعى الجزائر لحمايته وصون وجوده وكرامته، وعرفانا بمواقفهم المشرفة في دعم الجزائر في كل المحن والشدائد. الذكرى 63 لهذا اليوم للمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي المجرم بحق المهاجرين والمهاجرات من أبناء الشعب الجزائري، ونحن نحيي هذه الذكرى فإننا نستذكر أرواح هؤلاء الشهداء وشهداء الثورة الجزائرية عموما. الشعب الفلسطيني يقدم الشهيد تلو الشهيد، ويقدم القائد تلو القائد، والشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة في الدفاع عن مشروعه الوطني والدفاع عن حقوقه، ومهما اغتالوا ومهما قتلوا من المواطنين أو من القيادات، فإن شعبنا على طريق التضحية وعلى طريق الشهادة إن شاء الله حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.